في وحدة اللي كانت تتربي ستة، وهي اللي اليوم تربي مئات. في وحدة القوية اللي كانت تتحمل الألم، وهاليوم تشيل عنك الألم. في وحدة اللي تقوم بأهم عمل في بيتها، وهاليوم تهتم بأكثر من عمل وبيتها. الزمن أكيد تغير، بس هي ما تتغير. هي الزوجة والأخت والبنت، وهي الأم باقية بأصالتها وما راح تتخلى عنها. هي البركة، وهي اللي قلبها مليان حب، وهي اللي ما راح تتغير أبدا، أمس ولا اليوم. هي وحدة تجمعنا وتحلي لمتنا. فهمتوا؟